اليوم السادس على التوالي تستمر غرفة عمليات فرز المرضى المؤلفة من مديرية صحة إدلب وحماة، بالإضافة إلى مجموعة من المنظمات الطبية بالعمل في النقطة صفر نقطة قلعة المضيق على أخلاء الجرحى وتصنيفهم وإرسالهم إلى المشافي المختصة. حتى اليوم بلغ عدد الحالات الطبية التي وجدت ضمن سيارات الإسعاف والباصات إلى حوالي 400 حالة. معظم الحالات الطبية كانت موزعة على حالات من الحروق، حروق النابلم إلى درجة خطيرة، بالإضافة إلى الحروق والجروح الخطيرة المتقرحة، بالإضافة إلى الكسور المعممة. بعض الحالات كانت ناجمة عن سوء نقل المهجرين عبر الطرقات التي استمرت حتى 12 ساعة على الطرقات. كانت الغاية الرئيسية من إنشاء الصيدلية وغرف الفرز والأطباء هو تصنيف الحالات وتقديم الرعاية الأولية بشكل مبدئي، ريثما يستقر المهجرين في مناطق الاستقرار المؤقت، وبالتالي وصول مراكز الرعاية الصحية والعيادات المتنقلة إلى مراكز الإيواء. Thank you.